ولسه مكملين مع حضراتكم على قناة النهار والتغطية الخاصة لمصر تنتخب، مصر تنتخب الرئيس 2024. بيسعدني ويشرفني جدا وجود في الاستوديو معايا الأستاذ عايدة محي الدين، رئيس سكرتارية المرأة باتحاد عمال مصر. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا طبعا. وأيضا العزيز الدكتور نصر محمد سليمان، رئيس حزب صوت مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور نصر، منورنا مرة تانية، ودايما كده لك طلة رائعة. وتسمح لنا يعني نبدأ دائما بالسيدات. استاذة عايدة، الاول انا عايز من حضرتك تقييم لليوم الاول والثاني وتوقعاتك لليوم الثالث. تقييم اليوم الاول والثاني، احنا كاتحاد عمال مصر عاملين غرفة في الاتحاد، وعاملين كمان غرفة عمليات لسكرتارية المرأة والطفل. كنا قاعدين متوقعين ان يبقى في خط ساخن لاي مشاكل، نشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. ما كناش متخيلين ان الناس هتنزل بالطريقه دي بصراحه، مش بالاعداد دي خالص. وكنا متخيلين ان هيبقى في شكاوي او في اتصال كتير، لقينا لا، الموضوع ابسط بكتير من كده. طبعا السيدات يعني كانت في الصفوف الاولى دايما بيحبونا والله. هو مش السيدات اتعودت، او انا كنا بنقول ان ايه، السيدات بتبقى في الخط الدفاع لبيتها ولبلدها ولاولادها. لو احنا نقول الجيش المصري بتصدى الخط الدفاع للبلد، وفي الشرطه المصريه، لا كمان في السيده بتحافظ على بلدها وتحافظ على اولادها، ويبقى في امن وامان ليها. بتعلم اجيال، واحنا بنقول ان الامهات تحت اقدام الجنه وتحت اقدام الامهات. نعم. احنا بقى بنعلم ولادنا انه يعملوا ايه. فالام لما بتنزل بتبقى نازله عاوزه تشارك، ان يكون فيها دور سياسي ودور في اتخاذ القرار، زي الام في البيت بتاخد هي القرار. هي القرار بتشارك رب البيت. انا غلابه قوي يا استاذ عايده. بتشارك رب البيت في اتخاذ قرار. طب هي كمان عاوزه تاخد قرار وتتخذ قرار في العمل السياسي في البلد، فعاوزه تقول ان انا موجوده، يعني بس مش موجوده في البيت. وبعدين هي اللي بتربي الجيل ده. فاذا حضرتكم ما كنتوش متخيلين هذا النزول في اليوم الاول والثاني. توقعاتك لليوم الثالث اللي هو النهارده إن شاء الله لحد الساعه 9 مثلا. لا، انا توقعاتي ان النهارده الساعه 9 مش هتقفل الساعه 9، عشان في اقبال شديد جدا. كفايه ان الناس نازله، او السيدات نازله كمان مع ازواجهم، كمان مع اطفالهم. يعني انا مثلا توقفني حاجات كتيره قوي، ان ست نازله معاها اطفال صغيره، الطفل داخل صغير 5 سنين 6 سنين، عاوز هو كمان يعمل الحبر. وعاوز في شفت اب برضه شايل ابنه، خلى ابنه هو اللي يحط الورقه جوه في الصندوق نفسه. عاوز يشارك. وبعدين بصراحه انا يعني عاوز اشكر القياده المصريه. يعني حاجه لفتت نظري كمان امبارح واول، ذوي الاحتياجات الخاصه.